انتي بغية واحد يكون دمه بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يدويش شو ودي ود ولي ول حلو حلو من طرف اخوك اللمبي. انت مال امك انت؟ انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص. بيحاول الرئيس بالامس ده قله ادب وسفاله يا راجل. لا دي غير وليه مزلينا لوحده متبرجه؟ كانوا يا ابو متبرجه ليك يا شيخ؟ هتقولي راجل وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوني راجل والله. هتقول راجل يا جدعان؟ هو حضرتك فيه لما اخذ البس انا كنت اغسل مغسل على سطح المركبه. يا عم انت على الهوا، ربنا يخليك يا باشا. انا قلت لك كمل. لا مش هينفع كده. ناخد انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح رايي فيكي انك عامله في حته الكيكه الطريه، عايزه تتعاصي في قلب الشوكولاته وتتاكلي اكل يا سافل. يا نعم افتح بقى الفولدر اللي بتاع الفيديوهات. مين؟ دوس انتر. مهون بين الزراير يا ابني على اليمين هتلاقيه. ما اقدرش اترجاكوا اكتر من كده. تقدروا تجيبوا اي مطرب تاني يحيي الحفلة. انت اللي هتغني يا رمان. اسمها شاشتولينا، ايطالية الجنسية، 44 سنة وعاملة 52 فيلم وحوالي 3400 سرعة. لو ده هيثبت لك انك ايه؟ الله 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 الله، روعه يا ابني روعه. ما تخدمنيش كمشي في ده، انا مش شافيا، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرحه. الطفل ده، الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده. ج ما ما بل بل جريت. اوكي فاستر. Je ma ma pel pel. Je m'appelle. Mi poupou. رايح للدنيا. الناس كلها بقت تود. أمال مين اللي هينضرب؟ كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من أمام إحدى بيوت الدارة. باي باي قطة. لا مش انا، لا مش انا يا حبيبي. ما تلفش الكلام يا حبيبي وتوصل للي انت عايزه يا حبيبي. مش انا يا بابا. اوعى يا حمامنا. حنان ابراهيم، طب انت عارفه كل حاجه اهو. انا عمر سابني هتسلم من الصبح. ومال حبيبي مالو؟ قولوا لي واش جرالو؟ البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو. شو ودي يا ود ولي ول حلو حلو من طرف اخوك اللمبي. اسود انت قصد حضرتك انك كنت بتزن؟ عنده كام زن؟ ده اسد يا استاذ. ياكل في شعر؟ يا هبال.
في شهر. على نفسك يا سوسن مش عليا. Da mon monde à moi, il y a que des poneys. Ils mangent des arc-en-ciel et ils font des caca papillons. انا عمدة نادي تاليين حاليا يعني. طالما يعني قول السؤال تاني. انا معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدارة. باي باي قطة. طب عمو حمادة عنده بطة بتعمل كده اهو. يتكلم معاهم وهو نايم. طب لما يصحى قول له اردخان عدى عليك وصل له. لا 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 هتتزل. قلتها له كصديق مش كغرفه ولا بتاع. انا ما حدش يقدر يزلني. يو وزا لا بقى ده نظبطك فيه. ده نظبطك فيه وانا عارفه كويس قوي. تقول لك مفيش حد تاني هتمشوني فتجيب لك هي ابن خالتها بقى ولا ابن عمتها. ايه في ايه كل شويه تكلمني كفي بقى شويه. اديني وانا ضيع اديني. شوف يا عم سلامة يا عم. انا ما بشوفش يا ابني ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم. ما بنظرش يا ابني ما بنظرش. سنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد. كل حاجة حصلت وانا عمال اظبط في مصر عمال اطير في السحابة وانت عمالين تموتوا. ادي 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 انا هتكلم كده اروح اشد بوترة بقى بكرة واجي لهم هناك في اولويز هي الحل. تغطس في واحدة من دول ما تقبلش تاني يا لمي. السلام عم بخ. الحجرين من غيرك ولا يسوا. روح يا شيخ وتعالى بسرعة. تعرف هذا لمي اللي نفسه اتجوز وخلف حتة عيل والناس يقولوا ابن بخ راح ابن بخ جه ابن بخ راح ابن بخ جه. الله على ايه تخيل نفسك. وبعدين احنا كلنا اولادك يا عم بخ. باسم سعيد الهوى باسم سعيد الهوى باسم سعيد الهوى من اسكندريه من قوم الفكر. اقسم بالله اجيلك ملبوس. طب ثانيه واحده من فضلك. حق الرد ما ثانيه واحده من فضلك. حق الرد من فضلك لاي حد. اقسم بالله اجيبك ملبوس. صباح الفل صباح هادي صباحك جاي على هادي صباح مليان امل وحنان صباحه جديد ومش عادي. انت هتستهبل في اجر. انا عايز اقول لهم اللي بيحبوني وبيقعدوا يسمعوني قولوا وراي. البلد داخلة على مصيبة سود. قولي يا خالة سنية. البلد داخلة على مصيبة سود. قولي يا خالة صفاء. البلد داخلة على مصيبة سود. قولي يا عم صالح. البلد داخلة على مصيبة سود. قولي يا عم هشام. البلد داخلة على مصيبة سواد السواد. هبة. ايوه. انت فين يا حبيبة قلبي؟ ده انا عالجنة عشانك. منا عم حمادة عنده بطة بتعمل كده اهو. اقسم بالله اجيلك ملبوس. طب ثانية واحدة من فضلك. حق الرد ما ثانية واحدة من فضلك. حق الرد من فضلك لأي حد. اقسم بالله اجيبك ملبوس. ضمك اللي هتضرب بالشبشب يا ابني الكلب يا جزمة. انا رحت عامل سبرينت سمرسول باك اوت.
كده اهو، رحت عامل كده اهو زي العضله بتاعت الكور، ولاحق طلقه على اخر لحظه من على دماغ الاخر الوزير. اسمعني انت مال امك انت، انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص. انا احلى 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 احلى. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. I let you lick the lollipop. I'm sexy and I know it. What does the fox say?